السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسام الدين صلاح، مهندس كهرباء باور. هنبتدي سلسلة فيديوهات جديدة إن شاء الله، هنتكلم فيها عن الـ EKTS، برنامج محاكي للدوائر كلاسيك كنترول، وبرنامج بسيط جدا والتعامل معاه سهل جدا. احنا في الكورس ده هيبقى الفيديوهات عبارة عن تاسكات، كل فيديو بتاسك، وهنبتدي بالتاسكات البسيطة الأول، ثم بعد كده ايه نعقد الموضوع شوية. كل حاجة ان شاء الله هتكون بسيطة برضو في الأول وفي الآخر. واللي هنزل لكم لينك تحميل البرنامج، هو مساحته تقريبا ما تجيش 1 ميجا، ده هي الأيقونة بتاعته، شكل الأيقونة بتاعته. نبتدي كده مع بعض ونفتح. نبتدي في أول تاسك، عبارة هيكون ايه تشغيل موتور دايري بزرار ستوب وستارت، يعني دايركت اللود على طول. يعني ادي شكل البرنامج، وادي التابات فوق، ده لو عايز افتح تاسك جديدة، ده لو عايز افتح حاجة مسيفها قبل كده، دي لو حاجة انا مسيفها، لو عايز اطبع تاسك عندي لايبرري، وفي اللي هي لسه الحاجات المستخدمة، وفي الرن اللي احنا ايه هنستخدمه لما نشتغل. واللايبرري طبعا دي الايه اللي هنشتغل منها، هنجيب منها الكومبوننتس، ودي الليسته نشيلها دلوقتي. ايه لما ننزل كل كومبوننت ولا حاجه بتظهر في الليسته، هوريها لكم ايه في الاخر. نبتدي باول تاسك، ده الاي سي باور سبلايز في 3 فيز، ادي الشكل ولا حاجه، ار و اس و تي 3 فاز، في لاين ال 1 تي ال 2 اس ال 3 ار، في نيوترال، ده الاي سي باور سبلايز. عند الكومبوننتس اللي هنا 3 بول دبل ستيت سويتش، 3 بول سنجل، مش عارف كونتاكتور، لامب، ليميت سويتش، نورمالي اوبن، نورمالي كلوز، وهكذا. ستارت بوتن، ستوب بوتن، تو واي بوتن اللي هو السلكتور، اوف ديلي تايمر، اون ديلي تايمر. هنا ايه بنتعرف مع بعض على الحاجات. في اندكشن موتور، في سنجل فاز اندكشن موتور، في الستار دلتا، في الثري فيز اندكشن موتور، في ده في حاجات ادفانسد شوية، الاليفيتر، الجيت سيستم واحد، والجيت سيستم تو. اول حاجة هنعمل ايه، طبعا ننزل اي دايرة كنترول كلاسيك كنترول بتكون مكونة من جزئين، جزء باور اللي بيتعامل مع التلات فازات، وجزء كنترول اللي بيتعامل مع الاربعة وعشرين فولت او ايا كان الفولت المستخدم. فاول حاجة عشان انزل الايقونة دي هنا، ادوس دبل كليك شمال على ايه، على الحاجة اللي انا هنزلها. نزلت تلات فازات، تمام. احنا هنعمل دايرة الباور الاول، بعد كده الكنترول، هننزل بعد كده الاندكشن موتور، 3 فيز موتور، نعمل دايرة الباور على اليمين هنا، ننزل باور كونتاكتور اللي هو الثري، نورمال اوبن تريبل كونتاكت، ادوس كليك يمين عشان اعمل له روتيت، هو بينزل ايه بشكل افقي، ادوس كليك يمين اعمل روتيت زاوية 90، زاوية 180، هي زاوية 90، اقعد اغير ايه براحتي، يعني اعمله ايه زاوية 90 عشان يكون بشكل افقي كده، وصل، ادوس هولد بريس يعني ضغطة مطولة كده على كليك شمال، ضغطة مطولة على كليك شمال، واروح على الفازة دي، ضغطة مطولة على كليك شمال، اروح على الفازة دي، ضغطة مطولة على كليك شمال، واروح على الفازة دي، وهكذا مع الايه التلات فازات اللي جايين لي كده. دايرة الباور عبارة عن ايه، كونتاكتور، واقدر اغير كده، ادوس برضو ضغط مطولة على كليك يمين بحيث اغير نشفته او حركه كده او كده. كده عبارة عن كونتاكتور، في العادي اوبن، او لما اجي ادوس ستارت ستوب كده الباور، احنا ايه دايرة الباور خلصناها، تلات فازات، كونتاكتور، موتور. هنستخدم بقى ايه دايرة الكنترول، نجيب لاين اي واحد من التلاتة مش هيفرق معايا، اجيب ال تي واجيب النيوترال، تمام، وهستخدم ستارت ستوب،
ستارت بوتون، ستوب بوتون. الحاجة ممكن تنزل فوق بعض كده، اسحبها واحدة واحدة. ادي الستوب الاول، ادي الستارت. استخدم طبعا الستارت بيبقى بوش بوتون، محتاج حاجة تعمله لاتش، فاحنا بنستخدم باللاتش ايه؟ ايوه الله ينور عليك، اللي هو نورمال اوبن، نقطة نورمال اوبن من الكونتاكتور المستخدم، بحيث اول لما نشغل لوس ستارت يلتش معاها وتفضل شغالة على طول حتى بعد ما اشيل ايدي من الستارت بوتون. نجيب نورمال اوبن موازية لدي، ده روتيت 92، نعملها روتيت 72، نعملها روتيت 270 كده. نجيب وعادي نخليها كده، كده فاضل معانا ايه؟ الستارت الكونتاكتور نفسه، ادوس دبل كليك عشان زي ما اتفقنا اي حاجة عايز انزلها اعمل لها روتيت. تمام، نخلي جزء التوصيل ده في الاخر كده. جبنا الستارت وستوب، عايزين نضيف بقى ايه؟ الليدات انديكيتور لامبس بتدل ان هو شغال او مش شغال، أو ممكن استخدمها ممكن لا، نستخدمها معانا بالمرة بس. انزل تو لامبس اعملهم روتيت روتيت، تمام خليهم كده. اظن كده ايه معظم الحاجات اللي احنا محتاجينها. هنشتغل بقى وايرينج، نعمل ده روتيت روتيت، تمام. وصل الستوب اول حاجة طبعا، عشان لو عايز اعمل ستوب يقطع لي هو نورمالي كلوزد، عايز اقطع في الدايرة اول ما ادوس ستوب بيقطع لي الدايرة وبيوقف لي الدايرة بتاعتي. اروح من الستوب على الستارت، من الستارت على الكونتاكتور بتاعنا، ووصل اللاتش اللي عندنا اللي واخده من الكونتاكتور نورمال اوبن. وهناخد وفي حاجتين انا نسينا ننزلهم، الليدات دي هتشتغل مع نقط نورمال اوبن او كلوزد، هاخدها من الكونتاكتور. احنا عايزين ايه؟ ليد هينور باللون، ادوس كليك على الثلاث نقط دول، لحظة كده ننزل. طيب ال نورمال اوبن نورمال كلوز، هستخدم الكلوز اعمل روتيت، هستخدم الكلوز مع اللمبة اللي تدي لي انديكيتور ان هو طول ما كلوز يعني فاصل تدي ايه، تنور لي احمر. ادوس كليك يمين هيظهر لي الاتنين دول، اعمل لها روتيت او كلر، خليها الكلر ريد، الريد مع النورمال كلوزد والاوبن، عشان اول ما اشتغل طبعا اول ما اشتغل الكونتاكتور بيشغل لي دي، بيعمل لاتش هنا من الستارت وشغل لي دي الجرين ليد دي، خليها جرين. تمام، نكمل التوصيل بتاعنا الجرين. تمام، نخلي طرف عن نيوترال وطرف مع الفازة ايه حوالين الكونتاكتور، ده الجرين ليد. واخد هنا الليد الريد دي الريد ليد، طرف مع النيوترال، وصلها مع النورمال كلوزد. طبعا هاجي ايه اوصل هنا غلط، ليه غلط هيبان، انا اخليها كده ونشوف الحل بتاعها بعدين. دي اللمبة الحمراء. احنا دلوقتي خلصنا الوايرنج بتاع الباور وادي الكنترول، هنعمل دلوقتي نسمي. اول حاجة هنسميها هنا
دي ممكن اسميه عادي، مش هسميه الستوب، ده هسميه دوس دبل كليك ستوب، دبل كليك ستارت، ادوس انتر في الاخر بعد ما اسمي الكونتاكتور، سميه كي واحد. هنا بقى لما اجي اخد النقط سواء نورمالي اوبن او كلوزد من الكونتاكتور ما سميش، اجي ادوس هنا دبل كليك، ادوس السهم ده يختار لي ايه، لو في اكتر من كونتاكتور اختار منه، انا اختار الكي واحد، كل النقط اللي واخدها دي من الكي واحد، كونتاكتور رقم واحد اللي عندنا، دبل كليك كي واحد، حتى السري ده تريبل كي واحد. تمام، نسمي موتور نسمي ام واحد، تمام كده ايه كله تقريبا اتسمى. دي يا باشا ليد واحد، او اسميها مثلا ريد ليد، ودي جرين، اسف جرين ليد، ودي ريد ليد. كده خلصنا التسمية، واحنا شغالين اجي ادوس اللي هي list of used elements، هيجيب لي الاليمنتس اللي انا استخدمتها، لامب عدد 2، كونتاكتور عدد 1، 5 نقط او نورمالي اوبن، وواحدة نورمالي كلوزد، النيوترال 1، اللاين 1، الستارت بوتون 1، الستوب بوتون 1، 3 فيز اندكشن موتور 1، 3 فيز سبلاي 1. هنا حاسب لي التلاتة دول على انهم تلاتة، يعني هنا مستخدم 5 نورمال اوبن، انا مستخدم 2 بس نقط نورمالي اوبن او كلوز من الكونتاكتور، هنا مستخدم 3، دول التلاتة دول بتوع الباور، دول مش بحسبهم في كنترول، دول بتوع الباور، خليها ايه جنبنا هنا واحنا وشغالين. نيجي ندوس ران، التابة دي اللي هو المثلث الاخضر، اول ما ادوس ران هشغل، اول حاجة ادوس ستوب فاصل، مع الدايرة فاصلة، ادوس ستارت اشتغلت، ادي الموتور شغال عندنا، اللون اول ما يشتغل اللون البينك ده بيدي انديكيت ان هو الدايرة بتاعتي شغال او الموتور شغال زي ما هو بيلف. هنا عندي دي عاملة لاتش فتحولت من اوبن لكلوزد عشان الكي واحد هنا شغال، اول ما اشتغل خلى الاوبن يعكس الاوبن كلوزد والكلوزد اوبن، دي اوبن فبقت كلوزد، دي اوبن بقت كلوزد، دي مكملة لي الدايرة، موصلة لي الدايرة لان البوش بوتن رجع لطبيعته ان هو مفتوح. هنا دي كلوزد فموصلة لي الجرين ليد، فهي موصلة اهي لونها اخضر، دي كانت نورمال كلوزد بقت اوبن. بس عندي مشكلة اللي قلتلكوا عليها، ادوس ستوب، المفروض ادوس ستوب طول ما انا في التابة بتاعت الران، المفروض اللمبة دي تشتغل يا الريد، انا قلتلكوا فكروا فيها الاول. هنا اطلع من التابة بتاعت الران، لازم عشان اعمل اي تعديل هاجي ادوس اعدل، هنا مش هيرضى عشان انا في تابة الران، لازم ارجع تاني واعدل. هنا التابة دي لما اشغل انا ستارت، او في الاول خالص من غير ما ادوس ستارت او اي حاجه، اول ما ادوس ران المفروض الريد دي اشتغل. ليه؟ تعال نمشي واحده واحده. هنا الستوب يعني متوصل نورمالي كلوزد، هنا دي نورمالي اوبن ودي نورمالي اوبن، فانا كده قاطع الطريق عن السيجنال، مفيش سيجنال وصلها لي، هنا اوبن وهنا اوبن، فدي عمرها ما هتوصل لها كهربا، عمرها ما هتوصل لها سيجنال فمش هتشتغل. فالحل دي ايه؟ ان انا اطلع بعد دول بحيث ان هي تاخد من ال سنجل فيز اللي عندي، اللاين اللي عندي للستوب، وتاخد هنا ايه، تعالى ايه نشوفها مع بعض. انا هلغي دي، الحاجة اللي عايز الغيها ادوس الواير مثلا، ادوس ديليت، وهعمل هنا ضغطة مطولة واطلع ايه على النقطة دي واسيب كده واطلع، لا انا دوست ايوه اطلع بالواير التاني ده كده. تعال نمشي نشوف المسار ده، هنا دي
كلوزد، همشي كده كلوزد همشي، فدي هتشتغل على طول. طول ما هو مطفي هيشتغل على طول الريد لامب. ليه بقى؟ لان طول ما هو مطفي دي ستوب، وهنا مفيش حاجة قطعالي، هنا نمشي نمشي نمشي، دي برضو نورمال كلوزد من كونتاكتور. طول ما هو مش شغال دي زيرو، فموصلة هنا فدي موصلة. تعال نشوفها كده، اول ما دوست، شايف اول ما دوست ران الريد لامب اشتغل، اول ما دوست ران اشتغلت. ادوس ستارت هتعكس، لان اول ما اشتغل الكونتاكتور الكي واحد هنا فتحت، فالريد لامب مش شغالة، عكس الجرين شغال والموتور شغال. ادوس ستوب ترجع تشتغل تاني. تاسك بسيط جدا، انا بس طولت شوية عشان شرحنا الكومبوننتس، شرحنا طريقة التوصيل. كل ما نشرح تاسكات يعني اصعب قدام شوية شوية هتلاقي الموضوع بسيط، مش هشرح بالطول ده. و بص تاسك بسيط جدا، وان شاء الله ايه اشوفكم في التاسكات اللي بعد كده. ولو عايز تكمل بقى الكورس والتاسكات دوس سبسكرايب عشان ايه تشوف باقي الفيديوهات ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.